السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبنات طلبة الصف الثالث الثانوي أدبي، أهلا ومرحبا بكم في مادة علم الاجتماع. هناخد النهاردة أول درس في مادة علم الاجتماع، أهمية النظرية والمنهج في علم الاجتماع. أول حاجة لازم أعرفها إيه هي النظرية بشكل عام. النظرية بشكل عام هي تفسير أو قانون أو رؤية لعلاقة بين ظاهرتين أو أكتر. يعني مثلا إيه، لما أقول مشكلة العلاقة بين توافر فرص العمل وبين البطالة، لو زادت إذا توفرت فرص العمل زاد أعداد العاطلين، لو توفرت فرص العمل انخفضت أعداد البطالة، إذا لم تتوفر فرص العمل ارتفعت أعداد البطالة في المجتمع. معنى كده أن العلاقة بين المتغيرين دول إيه؟ متلازمة. النظرية كمان هي تصور شامل لجميع مشاكل المجتمع، دي النظرية بشكل عام. طب النظرية بقى في علم الاجتماع اللي خصنا، نظرية في علم الاجتماع هي قانون أو مجموعة قوانين بتفسر ظهور المجتمع أو ظواهر المجتمع. بتفسرها بس؟ لا، بتفسرها، تفسر ظواهر المجتمع وتطوره ونموه وتشابك أنظمته ومؤسساته وتأثيرها كمان في بعضها البعض. زي عندك مشكلة، خلينا في نفس المشكلة، مشكلة البطالة، هل بتأثر على الاقتصاد ولا لا؟ طبعا بتأثر على الاقتصاد. طيب زيادة أعداد العاطلين عن العمل ممكن برضو تأثر في موضوع الأمن وارتفاع عمليات الجريمة، ممكن لها علاقة برضو بالتعليم. وعشان أحل المشكلة دي، التعليم في احتياجات سوق العمل، تمام، وعشان أحل المشكلة دي لازم تكامل جميع الأجهزة دي والمؤسسات مع بعض عشان أقدر أحل مشكلة البطالة. دي كده النظرية في علم الاجتماع. بنقول علم الاجتماع عندنا من العلوم اللي بتتكون من عدة نظريات. أول نظرية النظرية الميتافيزيقية. النظرية الميتافيزيقية دي هي تفسير المجتمع بما وراء الطبيعة، بما وراء الطبيعة، تفسير أحداث المجتمع وأحداث الكون كله والواقع والوجود. النظرية الثانية النظرية المثالية، بفسر المجتمع نتيجة مثال مجرد، أعطي لكل شيء مثال من الواقع أربط به النظرية بتاعتي. ممكن كمان في نظرية الصراع، صراع ان في عندي طبقات مختلفة في المجتمع، في صراع طبقات، في الطبقة الغنية، في الطبقة المتوسطة، في الطبقة الفقيرة، وبينهم صراعات وتناقض في المجتمع. عندي النظرية التطورية كمان. النظرية التطورية دي تفسير المجتمع طبقا لمراحل مختلفة ومتتالية مع بعضها البعض. عندي نظرية الانتشار الثقافي، انتشار الثقافات، سيطرة ثقافة القوي على الضعيف، الدول الغنية أو القوية هي اللي بتفرض الثقافة بتاعتها على الدول الأضعف منها. نظرية الانتشار الثقافي اللي هي إيه؟ تفسير المجتمع باختلاف ثقافاته وتأثيرها في بعضها البعض. نظرية العولمة الكونية، العولمة، العالم كله دلوقتي أصبح قرية صغيرة، أقدر أوصل لأي حد بسهولة، بسهولة جدا، خلاص، عن طريق رسائل، الرسائل نفسها. نظرية ما بعد الحداثة هي إيه؟ هي الاهتمام بالتغيرات الثقافية والتكنولوجية وثورة المعلومات الموجودة عندنا دلوقتي ومستجدات العصر. بعد كده هناخد فوائد النظرية في علم الاجتماع. طيب علم الاجتماع ده أكيد ليه فايدة، النظرية دي هدرسها ليه؟ أو أصلا النظرية دي عبارة عن زي البوصلة بالظبط، البوصلة دي زي ربان السفينة بيستخدمها عشان تعرفوا الاتجاهات، برضو النظرية بيستخدمها عالم الاجتماع عشان تعرفوا الاتجاهات اللي هيمشي عليها. طب فوائد النظرية إيه هي؟ أول حاجة فوائد النظرية تقديم فهم وتفسير للمجتمع ومؤسسات المجتمع، دي رقم واحد. رقم اتنين بتحدد لي المنهج العلمي لفهم إيه؟ لفهم وتفسير الظواهر الاجتماعية. تالت حاجة تراكم المعرفة الاجتماعية، ثراء المعرفة، يبقى عندي معرفة كتير. النظرية بتسعى كعلم ان هي بتدرس ما هو موجود في الحقيقة فعلا سواء خير او شر. بيستحيل ان احنا ندرس اي علم بدون وجود نظرية وتطورها. بعد كده هناخد مناهج البحث في علم الاجتماع. عندي اكتر من منهج. اول منهج منهج البحث التاريخي، منهج البحث التاريخي. هذا المنهج انا بتتبع فيه نمو الظاهرة، نمو الظاهرة بتاعتي قديما كانت ايه وحاضرا ايه وتنبأ في المستقبل هتبقى ايه. دي المنهج البحث، ده منهج البحث الايه التاريخ. المنهج الثاني منهج البحث التأملي.
التأملي والاستنباطي. منهج البحث التأملي أو الاستنباطي ده هو استنتاج قوانين من مشاكل المجتمع أو من ظواهر المجتمع. زي مثلا إيه؟ المجتمع لو غاب عنه قانون هلاحظ إيه؟ هلاحظ ارتفاع معدلات الجريمة والاعتداء وانحراف الناس، مفيش قانون، مفيش قانون في الدولة. تمام كده؟ تمام. يعني بينطلق من قوانين وأحكام عامة وبفسر منه تفسيرات وخلاصات علمية. المنهج اللي بعد كده أو آخر منهج، المنهج الاستقرائي الحسي رقم 3. منهج الاستقرائي الحسي أنا هنا بينطلق من ملاحظة ومشاهدة الظواهر كما هي في الواقع، ومن ملاحظتها أنا بوصل لقانون إيه؟ عام. يعني مثلا مشكلة زي العنف في المدارس، أنا ما ينفعش أدرس سلوك الطالب المثالي اللي أنا عايزاه يكون عليه، لا أنا بدرس السلوك الفعلي قدامي، السلوك اللي بيحصل قدامي. تمام كده؟ بعد كده الواجب، أول إيه؟ حدد تعريف النظرية في علم الاجتماع. مع ذكر أهم فوائدها. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.